شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم انتظاما في الحركة الجوية التي تسير بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن، وتتابع غرفة العمليات المركزية التي وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها.